للمزيد حول استهداف الناشطين وقمع المتظاهرين ينضم إلينا عبر الهاتف من ذي قار الناشط في تظاهرات كاظم ماجد. أستاذ كاظم مرحبا بكم. يعني بداية، ثلاث محاولات اغتيال لناشطين في الناصرية خلال يوم واحد، من يقف وراء استمرار استهداف الناشطين وكيف ستنعكس هذه الممارسات على الشارع في الناصرية؟ تحية طيبة لك ولقناتكم ولمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك سيد الكريم. الاستهدافات بالنسبة لمحافظة ذي قار خصوصا جاءت بسبب استمرار التظاهرات، باعتبار أن ذي قار هي أصبحت إيقونة لثورة تشرين. نعم. مما دفع هذه الأحزاب إلى الوقوف وبأساليب عدة لقمع هذه الثورة وإنهاء التظاهرة، حيث تم ليلة البارحة استهداف ثلاث نشطاء، احدهم في مدينه الناصريه واخر في قضاء الرفاعي، والثالث تم استهداف منزله في ناحيه الطاره التابعه الى سوق الشيوخ. بصراحه نحن نعلم جيدا بان هناك ميليشيات معروفه هي من تستهدف الناشطين، لانها كانت تعتبر نفسها وتعتقد بانها تسيطر على ساحه التظاهر وهي من تدير سوح التظاهر. وبعد ان افلست هذه الميليشيا أصبحت تستهدف المتظاهرين وتقمعهم بهدف إنهاء ثورة تشرين والمراهنة على أن هذه الميليشيا هي من تدير ساحات التظاهر. نعم. هناك أيضا جهات أصبحت تقف إلى جانب هذه الميليشيات، حيث أن الحكومة أيضا ترتبط بهذه الميليشيات، وهناك جهات ذات مصالح كانت تتواجد معنا في ساحة التظاهر أيضا تؤيد هذه الأساليب الملتوية بحق المتظاهرين. اليوم خرجت تظاهرة في الناصرية وتحديدا أمام ديوان المحافظة. نعم. مبنى ديوان المحافظة، وكانت المظاهرة سلمية من الساعة، بدأت من الساعة 8:30 تقريبا. وكانت الأمور طبيعية والمطالب مشروعة، وقد حضر عدد من الإعلاميين والقنوات، وقد تم إجراء عدد من اللقاءات مع نشطاء مدنيين حول مطالبهم، وقد أكدوا الجميع بأن مطالبهم تنحصر حول سبب تأخر المشاريع المتلكية ومحاسبة المسببين وتفعيل دور القضاء. طيب. وفي الساعة 10 تقريبا. نعم. توافد عدد جديد من المتظاهرين إلى هذا المكان أمام مبنى ديوان المحافظة، وحصل بعض التراشق بين ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب وبين المتظاهرين، ما أدى إلى إطلاق النار من قبل مكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين وإصابة مجموعة منهم، إصابة أحدهم خطرة جدا. نعم. أستاذ كاظم، القوات الحكومية أيضا يعني فرقت تظاهرة طالبت بإقالة محافظ ذي قار، هذه التظاهرة وقعت في وسط الناصرية، لكن هنا سؤال، هل نحن أمام موجة جديدة من التظاهرات مع التحشيد الشعبي المستمر؟ نعم سيد الكريم، فجميع الميليشيات والأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة تنظر إلى ثوار تشرين عموما في كل المحافظات لأنهم هم السبب. نعم. من جعل الجميع يعني تنكشف أمامهم أوراق هذه الميليشيات والأحزاب التي كانت تعتبر من نفسها وجوه وطنية ورموز معروفة، وبعضهم يعتبر نفسه مقدسا، حيث أن ثورة تشرين كشفت كل هذه الأوراق وأسقطت العديد من الأقلع من هذه الأحزاب. نعم. ووصلت الحالة بأن الجميع حاليا يعتمد على نتائج الانتخابات فقط، القدسية والطائفية والمذهبية ليس لها دور بين ربوع المجتمع العراقي، فبقت هناك الانتخابات فقط هي من يعولون عليها ويحاولون كسب المزيد من الأصوات ولو بالتزوير ولو بالقوة لصعودهم من جديد إلى كرسي السلطة. فهناك حسب معلومات قد وردتني قد تحصل هذه الأيام مواجهات بين الأحزاب، بين الخط الإيراني وبين خصومه من الداخل، يعني شركاء السلطة. نعم. وأن الجميع ينظرون للمتظاهرين هم السبب وهم من دفع بالأحزاب إلى هذه الخلافات، وقد يكون المتظاهرين هدفا واهنا لهذه المجاميع، فالجميع يستهدف المتظاهرين، جميع الفرقاء الذين يحاولون الوصول إلى سكة الحكومة يعتبرون المتظاهر هو السبب
الذي ادى بهذه السلطه الى الانهيار تقريبا، وان الجميع يقفون بوجه المتظاهرين موقف واحد، وان كانت هناك خلافات بين احزاب السلطه. في سياق الحديث عن فرقه الموت، نواب في البرلمان اقروا بهروب بعض المتهمين الذين ثبت ارتباط بعضهم بفرقه الموت في البصره. يعني بعد هذا وما سبقه من صمت حكومي مطبق على قتل الناشطين والمتظاهرين، أستاذ كاظم، هل بقي من يراهن على حكومة الكاظمي في موضوع محاسبة من يقف وراء استهداف المتظاهرين والناشطين؟ سيدي الكريم، نحن واثقون تماما بأن السيد الكاظمي سوف لن يحاسب أحد ولا يستطيع أن يحاسب أحد، وما هذه التصريحات هي عبارة عن تهويد إلى ساحات التظاهر وانتصاص ضوء الشارع بشكل عام، وأن هذه العصابات لو كانت بالكاظمينية صادقة فعلا لكشف من هم الذين يدفعون بهذه العصابات. هؤلاء هم أداة تنفيذ، ولكن هناك مخططين، هناك جهات حزبية، هناك أطراف دولية لها يد في دفع هذه العصابات. هل تم الوصول إليها؟ هل تم الإعلان عن هذه الجهات؟ وطبعا هذه الجهات هي حاليا مشاركة في السلطة حاليا مع الحكومة، ولكن السيد الكاظمي لا يستطيع أن يصح عنها، لأن هؤلاء لهم قوة ولهم سطوة على السلطة ولهم هيمنة. وإن تصرف الكاظمي ولو كانت له نية صادقة، نحن نعلم ليس لديه نية صادقة، فإذا كانت لديه نية صادقة قد تتم تصفيته في ليلة واحدة، أن وقف بوجه هذه الأحزاب وهذه الأطراف التي تدير هذه العصابات، ويتم تنحيته أو قتله ولا يستطيع الإصلاح على أي جهة. من ذي قار الناشط للتظاهرات كاظم ماجد، شكرا جزيلا لكم.